اهم حاجه في الموضوع ده اننا بنعمل دراسه حاجه، دراسه المجتمع. ادونا حي من احياء كده او مدينه من المدن. اي مدينه او اي حي. مخيمات النزوح. انا بدرس مخيمات النزوح دي. قد تكون مخيمات النزوح دي مع الامم المتحده او مع اي مؤسسات. انا بنزل بشوف مخيمات النزوح دي مع القائمين عليها ايه الحاجات اللي هم عايزينها. علشان ما اوزعش مواد تكون هي بتتوزع من اي حد ثاني. مكرره. فلابد يحصل زياره ميدانيه سواء كانت هم في مراكز اجتماعيه ومراكز ايواء او في مخيمات النزوح. والله في مسؤول عن مخيمات النزوح فلان وفلان 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 وفلان. اخذ منه الاحصائيات اقول له والله انت عندك ايه عجز في ايه؟ انا عجز عندي مثلا عجز في الميه. اودي لهم عربيات فيها ميه. انا عندي عجز في الدواء اودي لهم الادويه. انا عندي عجز في الطعام اودي لهم الطعام. ما اروحش اي مخيم من دول اوزع فيه دون ان اعرف ما حاجه الناس لهذه الاشياء. واللي احنا اتعلمناه من القضيه السوريه كثيره جدا ان صناديق الاكل ما زالت بترسم ونصها او ثلاث ارباعها بيباع في نفس اليوم اللي بيستلموها فيه. لان الناس قالوا من ثلاث سنين مش عايزين اكل. مش عايزين اكل. كنت انا بتكلم مع احد الاخوه اللي مسؤول عن جمعيه كبيره جدا في انطاكيا. قال لي انا عارف الصندوق بتاعنا اشوفه كده واشوفه بعد كده بنص ساعه في السوق، لان الشخص اللي هناك عايز ايه؟ عايز فلوس يعيش بيها يشتري بيها حاجه ثانيه، مش عايز اكل. فلذلك لابد اننا نعمل اول شيء نعمله ايه؟ اننا نعمل حاجه، دراسه حاجه مجتمعيه من خلال المسؤولين او خلال اللي هم عاملينها. اتفضل. احنا عندنا مشكلة احيانا وهي التعامل ويا بعض المخيمات. المشكلة هي انت من تجي تعرض للفلوس وتعرف هم النازحين داخل المخيم بحاجة للفلوس يعني المادة. ابو المخيم يقول لك انا اموال ما اقدر اتوزع بمحاضر يعني من عنده محظور امني غيره ولكن جيب لي مواد. وانت تعرف بين المواد احنا نشوفها احيانا في داخل المخيم اكو اسواق المواد تنباع مال الامم المتحده مال جمعيات اماراتيه مكتوب الامارات كل الدول كل الدول. هنا شلون نحل الاشكاليه؟ طيب هو هنا اللي احنا بنعمله ان احنا نقول لهم طب هم عايزين ايه مننا؟ ان انا برضك مش عايز اجيب حاجه يروح يبيعوها بره. ممكن ودي المشكله بقى تكون بينك انت وبين المانع. بينك المانع. المانع قد يفرض عليك في رمضان جاي صح؟ نعم. في رمضان ده المانع عايز افطار الصبر. شئت ام ابيت. صحيح. وانت تعرف تماما ان نص السلال الغذائيه في رمضان او غيرها هتتباع في السوق. ربع الدفع. ربع الدفع. وانت غير تعبك كمان. غير تعبك انت كمان. فاحنا لابد نرجع للمانع بتاعنا اللي بيدينا ده بطريقه تعبانه نقول له ده مش نافع. ده مش نافع. محاوله اقناع. ايوه فلذلك نرجع بس للكلام اللي احنا قلناه من شويه ان كيف ان احنا نقعد كجمعيات مع بعض ونتفق على اننا يا اخواننا السله الغذائيه في رمضان مش مجديه. لان الناس مش عايزين اكل، الناس عايزين حاجه ثانيه. فممكن ناخد نص فلوس في سله غذائيه والنص الثاني نعمل حاجه ثانيه للمجتمع ده، لان الفلوس بس في رمضان. نقول مثلا سله غذائيه لاطعام الجائع. والجائع اللي ممكن يكون في رمضان خارج رمضان. سله غذائيه لاطعام الفقير في رمضان خارج رمضان، صح ولا غلط؟ وهكذا. بس كل المانع ارجوك ادينا جزء من السله الغذائيه ده ان نعمل بيه مشروع للناس، يعني قول للمتبرع عندك مثلا في دوله ما ان احنا السله الغذائيه بتتكلف 50 دولار هنطلع منها 20 دولار عشان نعمل بيها مشروع اخر جنب السله الغذائيه. يبقى السله الغذائيه بدل ما تكون ب 50 دولار او 40 دولار تكون فقط 20 دولار، وال 20 دولار ده انا عايز اتحكم فيهم كجمعيه. اعمل لهم شيء لانهم عايزين ينتقلوا. لهم يعني المرأة أنا ذكرتها قبل كده اللي كانت مش عارفة تجيب لأولادها أكل في يوم عيد الأضحى في مجتمع قوي الزيارة في العراق دي أنا مش عايزها تبقى واقفة ذليلة. ممكن تشتغل في البيت ممكن نجيب لها مكنة كنا نقول لها أي شيء تشتغل وتأكل أولادها مش عايز تمشي في الشارع تلم المصاريف لأنها امرأة عزيزة وكريمة وعندها شخصية. فلابد وده أصعب حاجة علينا لابد إن احنا نقعد مع بعض في الجمعيات ونقول للمانع يا مانع أرجوكم والله لو انا مش عارف سيبكم كلمه عزك لو الامر بايدي
وكنت اقبل مشيدين هؤلاء المانحين اركلهم لرحت عشان انهم بطلوا يكسبوا كل الفلوس الاكل. بطلوا بقى خلاص كفايه كفايه حرام 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 حرام. ورمضان جاي اهو وانا بنقول لكم سواء كان جامعات عراقيه او سوريه او حتى يمنيه ليه اناسك مثلا في جمعيات بتروح في نفس المخيم صح؟ وفي مخيمات اخرى ما حدش بيروح غير التنسيق. يبقى اول حاجه دراسه الحاله، ثاني حاجه دراسه التنسيق لو التنسيق قلنا احنا عندنا مثلا كم مخيم من النازحين 10 15 20 يا اخوانا مين هيمسك المخيم ده؟ مين هيمسك المخيم؟ عشان مش كلنا نروح المخيم يكون جنبنا واسهل علينا. ها؟ الامر الثالث هو اصعب بكثير ان انا اقول للمانح ارجوك ونتوسل اليك خلي نص السلف الغذائي دي نعمل بيه مشروع لكي ينتج الغذاء. يعني نص الغذاء ونص الانتاج الغذاء. ما هو في الافات والجمعيات. مفيش مشكلة ما. لا ما انت شوف انت طالما انت ذكرت في التبرع بتاعك ان النص هيتاخد كده وكده مش محتاج كده شوية. طيب احنا يعني نصطدم بالفتاوى الشرعية. مش مشكلة اتفضل. الفتاوى الشرعية تقول لك زكاة الأموال وقف لتوزيعها على الـ يعني المحتاجين. صح. حتى العاملين عليها كوبيهم فتاوى متشددة انه ما يحكم للعاملين عليها. اه ده مين بقى؟ الفتاوى عندنا في العراق. لا هو في فتاوى اخرى بتقول لك؟ ها واكو فتاوى على الاصناف فاذا احنا العاملين عليها بشق الانفس ناخذها من عندهم. على شلون حنقدر نطلع من المانحين انه نصها او ربعها او ثلثها انه نسوي بها مشاريع؟ طيب صعبه جدا. نعم نحن ليه نقول ايه؟ انا رجعت اقول ثاني وثالث ورابع ان ربنا قال العاملين عليها صح؟ انا مش جايب حاجه من عندي. كنا عاملين على اللي بتوع الطن الربع الثلث الخمس ال 1% دي خلافات بيننا وبعضنا. في بعض الفتاوى الشرعيه بتقول ان العاملين عليها تصل الى مرحله انها بتكون 50% واكثر. لماذا؟ لان المنطقه اللي انت بتشتغل فيها منطقه لا يستطيع دخولها احد ولا يخاطر بنفسه احد. في فتاوى كده وفتاوى كده. بالمناسبه العاملين عليها من يفسرها مو اللي يشتغل يوزع وانما اللي يشتغل يجيب كده وكده. فكل كل الدهب انا معايا نزل عليها. لا العاملين عليها اللي يشتغل هذا ما له اكو بيهم. انت اللي تجيب الفلوس تروح يعني تلم الزكاه زكاه الاموال. هذا هو اللي يقصد به العامل اللي حطاه في الديوان مين؟ اللي يوزع حطاه في الديوان مين؟ وين؟ في الديوان اللي بيت المال. ايه اللي حطاه؟ متعاملين عليه؟ يعني انا دلوقتي بحرص بيت المال عشان اعمل عليها؟ اي انا اجيب لك الفلوس واعطيك اياها. طب وبعدين؟ وانت حتخليها. ايوه. إيه يعني انا باخد دي بقى واودعها في الفراغ عشان اعمل عليها؟ لا وبيقول انا بقى انا مين؟ لا وانا انا مين؟ مو عاملين. امال انا مين؟ انت هذا تطوع. انا حرام. لا لا متطوع. متطوع. مفيش حاجه اسمها متطوع. صدقني يا استاذ انا مش متطوع. انا اسف. لا لسه لسه بدلك انا العقبات احنا بدنا نصطدم بيجي فتاوى. انا معاك. انا هبدا في الشغل خلاص. اما انا هبدا في الشغل مش حاطط كل شيء. شيخ وسام شيخ كركوك شيخ عبد الباسط في بغداد اكو شيء فتاوى ولا لا؟ نعم انا لا انا هاخد بعض انا هاخد بعض الفتاوى اللي تخليني اسرد عمل بالنسبه لي خلاص. انا كنت مع مسجد الامام ابو حنيفه بن عمان في ديسمبر على شان حاجه واحده. كيف نزكي مؤسسه دون ان نعرف المعايير لا الشرعيه او الانسانيه ليها؟ وضحتك؟ ده كل واحد يطلع من فتره ما ينفعش. مش في مجلس الافتاء عندكم في العراق اسمه ايه ده؟ المجمع الفقهي المسجد ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه. فالمجلس ده لازم نقول له الدور. لا مش هقدر اقول له الدور ده الا لما احنا نقعد نقول له المشكله شكلها ايه؟ لما انت تروح لطبيب هتقول له بس عندي وجع في بطني؟ ولا هتقول له الوجع ده بيجي الساعه كام؟ وشكله ايه؟ وبيعمل في مخي ايه؟ بيعمل في ظهري ايه؟ حد بيسمع في الجانب الايمن من الجانب الايسر عشان يعرف الوجع ده جاي من الكليه او جاي من المصران او جاي من الزايده او جاي من الكبد الى اخره. فلو احنا ما قعدناش كجمعيات انسانيه مع هؤلاء الفقهاء لن يعطوا فتوى مظبوطه. ابدا. لذلك انت اصل الموضوع واصل المشكله واصل الحل.
فاحنا مش معنى كده ان كل الفقهاء هياخد رايك. يعني مثلا احد الفقهاء بطلع عليه الشيخ فيصل المولوي، كان ساعتها حرب الشيشان 94 95، وكان الوصول هناك صعب وموت عشان تشتغل هناك في الشيشان، تلج ومواجهات الى اخره، وبعدين قبلها كانت حرب البوسنه ومناطق صعبه جدا للشام، وقبلها جنوب السودان. جنوب السودان يا شباب ايام ما كان في حرب بين الشمال والجنوب كان في اسقاط جوي. اسقاط ايه؟ جوي، لان مجرد ما الماء موصل من الامطار جه ما كانش في اي طرق معبده في الجنوب، بيتقفل الجنوب وطرقه دي كلها لمده 4 اشهر او 5 اشهر، والناس دول لو ما رحناهمش اكل هيموتوا. كانت الامم المتحده او الحكومات بتلزم الاسقاط الجوي. اسقاط الجوي ده بيتكلم الان عشان تطلع طياره 40 طن، خلاص؟ ممكن ال 40 طن يكونوا مقسم متكلفين مثلا 30,000 دولار او 20,000 دولار او 15,000 دولار، لكن الطياره لوحدها 30,000 دولار. بعدين الهلاك بتاع الاسقاط الجوي بياخد قد ايه؟ هل كل الاجيال بتنزل سليمه؟ لا، ممكن يطلع 10% او 20% هلاك. فالناس افتوا في الامراض الصعبه دي كلها انك بتحط السقف للمصاريف الاداريه اللي هي فيها عاملين عليها الى اخره الى اخره. فده انا ده ندائي ليكم انتم كجمعيات تنزلوا تقعدوا مع العلماء، سواء كانوا علماء اهل السنه علماء اهل الشيعه، تقول لهم يا اخواننا اشيروا علينا دي المشاكل اللي بتواجهنا. انا عشان اقول لك حاجه، انا علشان اجيب محاسب محترم يشتغل عادي في مؤسسه هياخد كام في الشهر؟ وانا اجيب واحد كاتب حسابات. كاتب حسابات مش هيقدر يعمل ان هو بس يعمل لك ايه؟ يدخل الفلوس ويعمل، لكن الانسان المحاسب اللي هو اللي عنده مرجعيه واللي عنده مؤهلات هيدفع، هدفع ده 1000 وهدفع ما اعرفش الناس ما عندكم بتدفعوا قد ايه يعني بالدينار. راتب المعاش راتب اللي مثلا كاتب الحسابات مش المحاسب الكبير، يعني 400 500 دولار 500 دولار. طب لو جبت واحد يكون عنده المؤهلات الكبيره هيكلف كام؟ اكثر يعني اكيد اكثر من 1000 2000 ما في كده. فلو انت اموالك كثيره لابد تجيب الراجل هيكلف. هجيب انا مين؟ لو انت بتشتغل في ملايين دلوقتي مش ده اهدار. لو انا ما جبتش استاجره يا ابي ان خرج مستاجرات مين؟ ما بقاش امين في الاول. هو احنا بدنا نعرف هاي النسبه لمين اصلا يعني. احنا نقعد مع العلماء نقول لهم ده اللي يستخدمش، لذلك نرجع لكلمه البحث احنا اتكلمنا عنها قبل كده. نسبه 10 او 5% مما ياتي. ما هو النسبه دي ما هيش يعني، هل انت هتقسم اموال الزكاه بالتساوي على الثمن مصاريف ولا لا؟ في بعض الدول ما فيهاش تساوي مصاريف، صح؟ يعني اذا جمعيه جاها 10 مليون دولار تاخذ 10%؟ لا ما هو هذا ما هو سمع عنه. تاخذ 10% 15% 20%. كويس. اقول لك ليه؟ لان المكتشف المصاريف الاداريه داخل الوطن بتكون اقل من المصاريف الاداريه المؤسسات على مستوى الدوله. داخل الوطن انت من حقك تصل، لو انت بتشتغل على مستوى العراق كلها من حقك تصل بالمصاريف الاداريه 10 15%. انت هتحرك المواد الغازيه بتاعتك والمشاريع بتاعتك ما بين بغداد والموصل واربيل وكركوك والنجف والبصره، ازاي دي ببلاش؟ هجيب الفلوس دي منين؟ لو انت بتشتغل على حي بغداد ممكن 2 3%، لو انت بتشتغل على بغداد ممكن 5 او 6% او 7%، لكن عشان على مستوى الدوله كله كل حيثيه في موظفين ليك في كل مدينه، في موظفين ليك في كل محافظه، في مراجعات تعملها، في التزامات تعملها ازاي؟ كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها في العمل الدولي لما توصل 20 و25% مش هيحاسبوك، لانه عارف ان انت ليك مكتب في العراق، ليك مكتب في اليمن، ليك مكتب في سوريا، ليك مكتب في بنجلاديش، ليك مكتب في كذا في كذا في كذا، فكل مكتب ليه مصاريف اداريه. احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا نقول للعلماء دول دون ان نصطدم بهم عيشوا واقع العملي للعمل الانساني الاغاثي على مستوى وطن لو ما كانش موجود قبل الدوله او على المستوى الخارجي. عيشوه. ما يقبل منهم. مش ما انا لن استطيع ان انا ما يعطيك فتوى ايش؟ اللي ما يديش ما يديش، لكن في حد بيقدر هتدي. ما في عندك المجلس اللي هو اللي كان
مجمع الفقهي؟ لا ده بره بتاع العالمي بتاع المسلمين. الاتحاد العالمي؟ الاتحاد العالمي. لا مش كده. لو انت عارف المسلمين اللي بره استفتيهم. والله لو رحت تستفتي الازهر واستفتي المؤسسات الحكوميه لا هيجيبوا الفتوى. هيدوها لك. ليه؟ لان هم شايفين ان في دوله فيها 40 او 50 مليون محتاجين انهم يحركوا المواد الاغاثيه والمواد دي من مكان لمكان وكل مكان فيه مصاريف اداريه. هنعمل ايه؟ انا مش عايش يا مولى يا شباب ايام سيدنا عمر كان بيمشي برجليه يتفقد الناس المسلمين في المدينه. صح ولا غلط؟ يتفقدوا. ها؟ دلوقتي هقول لك حاجه بيسموه ولي بغداد ولا ولي ايه؟ ولا بيسموه الولي محافظ بغداد. صلت على النبي. الله. انا هقول حتى لو كان محافظ بغداد من الصحابه ومن اهل البيت وكل حاجه حلوه دي كلها. اقول له خلاص لي حي في يوم من الايام شوف احتياجاته ايه؟ والله ما هيعرف يجيبه. كل حي فيه 10,000 اسره. يقدر يعدي يخبط على 10,000 بيت ولا شقه؟ هيوظف ناس وهيعمل نظام. ايه احنا عايشين فين؟ عصر سيدنا عمر كان عصر غير عادي لان كان مجتمع المدينه مجتمع الايه؟ الطبقه الواحده. صغير. طبقه واحده وعارفين بعضهم في الشارع. القرية حتى القرية دلوقتي في العراق فيها آلاف من الناس وكل بيت في القرية في عيلة وعيلتين وثلاثة ولي إيه ومحافظ إيه اللي هيعرف يشوف حاجات الناس كلها من غير ما يكون عاملين بس إحنا المحافظ بس خلي تشفينا شباب هذيك أنت قلتها وأنت خدت بالك؟ فلما ننظر للمسألة لن تتحل هذه المصاريف الإدارية اللي بنتكلم عنها يا شباب إلا لما نقعد إحنا ونكون إحنا مجتمعين بورقة بحثية ونقعد في مجال نقاشي مش مؤتمر عام. اوعى تعمل مؤتمر عام. مؤتمر عام كل من هب ودب هيجي يتكلم فيه. لكن انت تقعد مع 10 15 جمعيه وتقول له ايه اللي انتم شايفينه وايه الاقتراح بتاعكم. هيناقشوك في حيثيات الاقتراح بناء على الدراسه اللي انت عملتها. ولو ما وافقوش كلهم ابدا يا اخي اي حد يديك فتوى، ايه المشكله فيها؟ ولا احنا خدنا فتاوي من الازهر ومن المفتي في حاجات كتير جدا زي كده علي جمعه او علي جمعه كمان لان دي امور ثوابت مالهاش دعوه بتاع علي جمعه ولا قبلها لان في ثوابت بس انت تشرح له ايه المشاكل اللي بتواجهك تشرح له ليه انت مضطر حضرتك عسل على النبي تشرح له انت ليه بتضطر انك تشتري عربيه دفع رباعي. شفت بقى؟ لا اقول لك بمنتهى الصراحه، لا بمنتهى الصراحه، انا منطقتي كلها جبال او كلها طرق غير معبده، اوصل ازاي؟ ايه احنا عايشين فين؟ احنا في افغانستان في 2001 استعملنا الحمير والجمال دول كانوا ببلاش عشان يطلعوا كل حمار كان كل حمار كان يجاهد عشان يطلع ظهره 20 30 كيلو. هذا الحمار دفع رباعي. انا حاسس الحمار دفع خماسي. والله بيكون هو لانه عايز يطلع ازاي؟ يعني كان تلج وجبال هتوديها ازاي في بلد افغانستان في عز التلج؟ في 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 زلزال باكستان كان في داخل الشتاء اضطرينا نأجر كل الاليات من الجيش عشان نعمل ننظف التلج. العجيبات ده عشان تطلع المواد الاساسيه ايه يعني حتى لو الجيش اتهمنا بشيء ارخص لكن هم تتاجر لانها مش هنحملها ما الحاجات الالات دي موجوده عند الجيش الباكستاني وطلع ونضف الطرق كلها كان مشروع لما جه بغداد في 2000 كان 2002 2003 اول مشروع عملناه تعرف كان ايه؟ ازاله لم القمامه من الشوارع بعد ذلك لا احنا بنوزع كذا لا القمامه معناها مرض معناها دبان معناها حشرات معناها فراغ معناها كذا معناها كذا معناها كذا كان اول مشروع عملناه نشيل زباله واستعملنا الاهالي هم اللي ساعدونا فيه زي حكايه موضوع الاركان اللي بنتكلم عليه في الجلسه السابقه فكل الحاجات دي مش بلاش انا لما حاجه احرق واحد من بيته صليت على النبي الواحد ده محتاج خلاص محتاج انا محتاج ما عنديش دخل منافق وانت تقول لي تعالى تطوع تطوع ايه يا بابا؟ اديني على اليوم بتاع على الاقل 5 دولار او 10 دولار ارجع اجيب لهم 10 لاولادي وانا اجيب لهم الزباله وانت ممكن تجيب الحاجات دي كلها
فلابد الشيخ يعرف منك ابعاد المشكله والمخاطر في عدم اتفاق الايه وضع حلول هذه المشكله. والمشكله يصعب عنه المبارك يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ايه قاعده فقهيه. نعم احنا حاضر فيها كمان. اي القاعده لا اسمع يعني القاعده الفقهيه تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اه صح 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 صحيح هذا. يعني انت تعرف انه التهاب المفاصل الردوي شنو اعراضه؟ تعطيه دواء صحيح صح. يعني هو يستشهد بهذه القاعده من تجي على العمل الاغاثي هو ما عنده فكره. تعرف ليه؟ لانه يتخيل اننا كلنا في عصر عمر. اننا كلنا في عصر الصحابه وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مش في عصر عمر رضي الله عنه ولا عمر بن عبد العزيز ولا الصحابه. احنا هنا ناس اصبح المحتوى بتاعنا معقد ومتشابك ويعني كل مشاكله مش محدش عقبات كثيره. فلذلك مش هتيجي لما نعمل يعني ربنا بس يعني يجعلني اروح الباب استعمله في بغداد اسمه ايه؟ مجمع اقول لهم تعالوا هنا وانتوا بس اعملوا لقاء لمده يومين ثلاثه واقعدوا مع بعض حطوا كل المشاكل روحوا حلوها لنا انتوا بقى ولبسها في رقبتهم. لبسها في رقبتهم مش هم عاملين مثلا نفسهم مشايخ وكذا 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 وكذا. اه لازم تقول لهم انا بس ليه ذكرت لك وجع البطن ممكن يكون من الكليه ممكن يكون من البنكرياس ممكن يكون من الزايده ممكن يكون من مستنقع غليظ ممكن يكون من الكبد. شوف قد ايه لو انا ما خدتش تفصيل دقيق من المريض مش هعرف هو جاي منين. ومع ذلك بعمل سكار السونار وبعمل الحاجات دي كلها ده مش ده ببلاش كل ده حصل لي عندنا ها دول شكلهم متجوزين مين مش متجوز؟ الشباب ها ده زي ده كده ده متجوز ولا متجوز العروسه يا بنتي؟ والله هو بيعمل كده قدام هو الاصل عنده مثنى يا عم خلاص هو مسمى خلاص نرجع الموضوع ده انا هقول لك حاجه انت بقول ايه؟ ابو حذيفه انا حبيبك وجارك جبت لك خروف وقلت لك انا متعشى عندك الليل قلت لك الرز وقلت لك الخضار قلت لك كل حاجه خلاص يعني انت ما دفعتش ولا مليم في العشاء خلاص مين بقى قاعد في البيت؟ زوجتك عندك البوتاجاز بتاعك عندك الفرن بتاعك عندك تنظيف الاطباق عندك بعض غسيل الاطباق ده كله ببلاش صحيح احنا ما بندفعش فلوس لكن زوجتك انت دي مش احنا مؤتمنين عليها حتى يعني انها رضعت الابن انا المفروض كاب ادفع لها حق الرضاعه حق الرضاعه ده كان زمان يعني المفروض ايه تعمل الموضوع ده كشيء رايح تفهم ليه؟ زعلت يا ولد اكتب عليه احسن من الجهد اللي مبذول ايوه جبت لك الضغط شوف انا جبت لك كل المواد ببلاش بس الجهد ايوه الاخت اللي قاعده هي وبناتها اربع او خمس او ست ساعات تعملوا يذبحوا الخروف وينظفوا المطبخ ويحطوا الاكل والبقر ده ببلاش هو الفلوس يا ربنا انظرنا احنا اخواتنا عيشوا واقع المجتمع كيف انا اطلب من نازح او لاجئ انه يتطوع او فقير انه يتطوع؟ مش مجتمعات فقيره لسه ما قامتش على رجلها؟ انتوا جايين بتتكلموا عن ايه؟ مين اللي هيتطوع عندي في الحي والحي عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا؟ اذا احنا نحتاج الى اناس شرعيين ايوه ينزلون الى الميدان اه؟ لا يعني ما فهمت جزاكم الله خير قولها ثانيه إيه نحتاج إلى شرعيين فقهاء ينزلون إلى الميدان صح ينظروا الحالة حتى يكون عندهم الحكم على الشيء فرعا عن تصوره يحكمون بما يتصورون تصور صحيح مضبوط وعندك العلم وفي نفس الوقت نحتاج إن نعمل بحث بالأرقام نقول لهم شوفوا انزلوا كلموا الناس خشوا على الأرملة صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام هل الكفالة اللي بتاخدوها للأطفال دي بتاعت الأيتام تكفي؟ لا ما تكفي انا اتعلمتها من لبنان يمكن 7-8 سنين قالوا لي يا دكتور احنا بندي اليتيم لاكثر من جمعيه ليه يا شباب؟ قال لي ال $40 ما بيكفيش
بيكفيش 40 دولار ابدا. تعرفوا عندكم انتم من العراق دكتور علي القره دامي؟ علي القره دامي كان في مؤتمر الايتام من 3 سنين او من 4 سنين. المؤتمر كان كم سنه بتاع الايتام بتاع الحديد؟ تعرف انا وقفت على المنصه دي وقلت ما تقلش الايه الكفاله على 120 دولار. انا ما بحبش اتعارك مع شيخ على البلد. فطلع قال ايه؟ قال هو كانت كلمه بعديه كانت كلمه طبعا بعديه. قال لا انا اختلف مع فلان الفلاني. انا قلت سبحان الله ربنا يستر. ال 120 دولار لا تكفي. لا تكفي. قال ان ربنا قال لمريم وكفلها زكريا. كفلها زكريا لابد المانح يعرف كده. كلمه كفاله معناها ان تعامل اليتيم كما تعامل ابنتك وابنك. كلمه كفاله. لكن ساعدها مش عارف حاجه زي كده علمها مش مشكله. فقال لي على الملأ قدام ناس كده كانت بتلعب في القاعه. كفلها معناها انك تعاملها كابنتك وكابنك. خش في اللغه العربيه. في بتاع الدكتور بتوع حد دول الاخ بتاع حد ده حط كفل. معنى كلمه كفلها معنى كلمه كفاله يعني ايه؟ فاحنا للاسف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده كنت بقول كتير جدا في بريطانيا الناس كتير زعلانه مني. انا مش عايز احول اليتيم والارمله كسلعه ابيعها. لا والله في المنطقه دي الكفاله بتساوي كام؟ 70 دولار او 80 دولار. في المنطقه دي الكفاله بتساوي 150 دولار. انت بس هتيجي تقول لي في منطقه زي غزه اللي هي الاسعار فيها للسماء او في لبنان الكفاله ب 30 دولار 40 دولار؟ لا يمكن تكون. لا يمكن تكون. ولا في البوسنه، البوسنه وصل كيلو الزيت ب 60 مارك ساعه الحصار. يعني قرابه 40 دولار. كيلو الزيت وصلوا كانوا بياخدوا من سراييفو من النفق اللي انتوا عارفينه ده لغايه ما وصلوا لقريه ثانيه عشان يجيبوا الاسماء بيسموها بتاعت البيض دي اللي هي فيها كرتون البيض. ايه؟ كرتون البيض. ويمشي بيها مسافه 10 كيلو. ممكن يتقتل وهو راجع. اي قناص يقتله عشان ايه؟ عشان 10 بيضات او 20 بيضه. هتيجي تقول لي لا ايه انت عارف ايه في الموضوع؟ ناس كانت بتمشي بالاميال عشان تجيب 5 لتر و10 لتر و15 لتر. فلما تيجي انت تعمل مخزان ميه على جبل ولا تعمل مش عارف بير في اخر الصحراء الى اخره وتقول لي لا احنا مش هدفع بس لتكلفه الماسوره وتكلفه مش عارف المكنه اللي بتعمل كده. لكن المسافه دي كلها انا مره رحت الصومال السنه اللي فاتت عشان نوصل لاحد الابيار اللي كانت معموله 6 ساعات بالعربيه في طريق والله ثلاثه ما كناش عارفين ماشيين ازاي. صحراء على جبال على رمال على حاجات يعني. فتخيل بقى ان انت بتحفر البيت ده في منطقه 6 ساعات من العاصمه بتاعت المنطقه. مش هتكلف ده. لو انت عملت ده في مقدشي ولا في اسمها هرجيسه عند المطار. لو انت عملته في الخرطوم عند المطار، لو انت عملته في دارفور لا، دارفور بينها وبين الخرطوم يعني يمكن 15 ساعه 20 ساعه بالعربيه. فده مش هيكلف. احنا عايشين فين؟ عايشين فين احنا؟ فلذلك جزء منه ان العلماء دول يروحوا يشوفوا الموضوع ده ويقعدوا هم نفسهم مع النساء والاطفال والناس الغلابه وفي نفس الوقت كان عندنا ورقه بحثيه عشان نلجمهم. وانت قلت القاعده الشرعيه انت قلتها ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها؟ قول لك كده تاني باللغه العربيه؟ هي هاي قاعده اصوليه عربيه وقاعده فقهيه. العراقيه ترى نشتغل على كل التجاره. والله والله انت جاي معاك. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اذا ما عندك رؤيه وتصور عن المشكله ما تقدر تحكم عليها. تفهم؟ يبقى دي حل. والحل الثاني اللي هو يكون عندنا ارقام وراء رفيه لهذا الموضوع. فده اول معنى قلنا ايه؟ قلنا نشوف الحاجه بتاعت الناس ايه؟ قلنا ان انا عندي المانع قلنا ان نتشارك مع بعض نعمل تنسيق علشان مش كل واحد مش كلنا نروح في نفس المخيم او نفس المكان الى اخره ونفس المدينه. في اشياء ثانيه ممكن عايزين تعملوها. يكون عندها ناس عندها كفاءه. يعني ما نزلش اي حد من الشباب كده قال لي ابني قال يا عم فلان كنت بكره مع العربيه ما يعرفش وزن ما يعرفش يتكلم ممكن يكون بيتخانق مع الناس ما يعرفش يقعد يعني مثلا يعني ما يعرفش يتعامل مع الناس. هو
بس الزحمه والحاجات دي كلها. فلو بدنا ايه خير مساواه الغبي القوي القوي معناه ايه اللي عنده معرفه وعندها معرفه في هذا الامر. كان عندنا احد اسباب نجاح مكتب الاغاثه في الشام جاد امراه بسم الله ما شاء الله تقف ربنا خليها كده ما تعرفش تقف كده الساعه 8 الصبح الساعه 8 بالليل تلج مش تلج ومطر مش مطر كل الدوائر كانت بتحترمها سواء كانت دوائر حكوميه او امنيه او استخباراتيه او حتى الايه الناس اللي هم مستفيدين من هذا الموضوع. طالما جت ما تنساش تعرف كده تمام تمام امراه حديديه امراه والله ده انا امراه وبعد فضل الله سبحانه وتعالى هذه امراه القوي الامين فانت ما تبعش اي حد يوزع ويقبل الناس في ناس ما تعرفش تجمع الناس ناس المتطوعين ما عرفوش يتحكم ما عرفوش يبتسموا للناس. انا ساعات لما بروح بعض المخيمات عملنا بعض الحركات بوقت الاسرار بتاع الناس صوت خروف صوت حمار تعرف تعمل معايا؟ فلما تفك الطفل تفك ابوه تفك امه خدت بالك؟ ننظر ننظر بس لهذه الاشياء كيف اتعامل مع الناس دول كلهم؟ تبعت مين ناس يستطيعوا ان هم يقيموا العمل ده؟ الامر الثاني يقول لك شركاء في المنطقه. هم هيقول لك هنعمل كذا 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 وتتفق معاهم. لكن التواصل بيننا وبين بعض او التنسيق محور مهم جدا 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 في اي عمل. مش التسابق، مش التنافس. التنافس حاجه من اجل الاموال. انا قلت في اموال مهدره. يعني ساعات بنروح لمنطقه معينه وفي منطقه ثانيه مفيش حد بيروح لها خالص. كم نقطه احنا اتكلمنا عنها دلوقتي؟ نعم. ها؟ عشان بس النقط تحطوها انتم مع بعض عشان تتكلموا عنها. اتفضل. لا احنا عندنا امر اخر. اتفضل. يتعلق باليه التوزيع الصحيح. اتفضل. بعد دراسه الحاجه. اي اي. وقف اليه السؤال. آلية التوزيع الصحيح يعني خلال خبرتك في هذا المجال. طيب. يعني أحيانا إحنا العفو أحيانا إحنا يعني نهيئ الحملة نتعب عليها نطلع أشواط من يعني كيلومترات بالسيارة إلى أن نوصلها إلى المخيمات أو للمستفيدين مثل بالموصل بالجانب الأيمن أو بالأيسر بس أحيانا تكون عندنا آلية بالتوزيع مو هي الآلية اللي تكون مثالية يعني فريد فد آلية مثالية على مود نمشي عليها. طيب يعني معنى ايه الآلية المثالية بالنسبة لك انت؟ انا دلوقتي بعد ما اعمل دراسة حاجة نعم اشوف كم وصل عندي اولا هعمل لهم كارت كارت اللي هو بتاع التوزيع ده هو يعني والكارت ده فيه رقم الأسرة قبل ما اروح وبعض الكروت دي لكل وصل ولا احنا عملناها كتير جدا في اماكن مختلفه ما رحتش ما فيش حاجه اسمها توزيع عشوائي على الاطلاق ما فيش حاجه اسمها ان انا منزل النهارده انا يا اخوانا معانا ايه 50 طن كذا 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 اوزعه لا ممكن التوزيع يستمر لمده اسبوع او خمس ايام او اكثر ليه؟ لان انا عايز كل يوم اوزع على مجموعه معينه على حي معين والحي ده لن يخطر هؤلاء الناس قبل ان ناتي لدراسه الحاجه ان كل من عنده اللي هو معايير الاستلام المواد الاغاثيه مني يروح للجمعيه اللي هتكون شركتي في المنطقه معاها المندوب بتاعي. فانا مثلا بروح للحي ده معايير استلام ولا معايير استحقاق؟ استحقاق استحقاق. انا بروح للحي ده اهو عندي فرقتين في التوزيع، اما ان انا هوزع على كل اسره حي ده مثلا فيه 100 اسره او فيه 1000 اسره خلاص الكل هياخد او هوزع على 100 اسره اللي هم اشد حاجه. كيف انا بقول اشد حاجه دي بحط المعايير دي قدامي والناس اللي على الارض الواقع في هناك هم بيقول لي اهم 100 اسره هم ال 100 اسره دول من الاهل. خدت بالك؟ فانا بحدد معايير قبل الموضوع بناء على دراسه الحاجه بتاعت الناس دي كلها. فلو انا حافظ على لو كان الحي كله تعبان بدي ال 100 اسره ال 1000 اسره الموجودين دول بدل ما يكون الصندوق فيه 60 70 كيلو بعملها 20 كيلو او 30 كيلو او 15 كيلو.
لكن لو انت بتتكلم ان في حاله في ناس عم ممكن يعيشوا وما عندهمش مشكله والناس تاني خلاص يعني رايحين، ده شيء. في امر ثاني بيقول لك انا عايز اوزع بس على المدارس والاطفال ياكلوهم يعملوا وجبه في الداخل. في حد بيقول لك لا انا عايز اوزع على المستشفيات عشان المرضى السجون وزعنا بالاضاحي في السجون، لذلك من الاخر فكرتني وزعنا اضاحي في السجون. في حد بياخد اللي هم الايه الحسينيات او بياخد المساجد وهم عارفين اكثر الناس فقرا ويخش معاك شريك فبتديهم معايير. دي احد اليات ان المسجد او الحسينيه يعتبروا مؤسسه مجتمع مدني او مؤسسات محليه، فانت بتضع معايير التوزيع بتاعتك اللي انت بناء على الحاجه اللي بتدفع لك من ايه من الداخل، وانت لست ملزم انك توزع الناس كلها على قدر حاجتك انت وعلى قدر امكانياتك. عشان على قدر حقك انت الامكانيات بتاعتك وقدرتك اللي انت بتوزع فيها. بس يوم التوزيع ما لا يعطى الا من كان عنده الكرت. وارجوكم ما توزعوش كل الحاجه في يوم واحد. افرض انت عندك امكانيه توزع على 1000 وصله. هتجيب ال 1000 وصله تحطها في نفس اليوم نفس المكان تبقى مشكله. مشكله امنيه ومشكله في التنظيم ومشكله في التسير الى اخره. لا ممكن توزعها على 4-5 نقط في الايه في الحي. والله يوم السبت في الحاره الفلانيه، يوم الاحد في الحاره الفلانيه، يوم الاثنين في الحاره، عشان تقلل عدد الناس اللي هيقفوا معاك هم بيستلموا. وتقلل العبء اللي هو تنظيم هذه الايه الاعداد الهائله. لانك لو جبت 1000 وصله يعني لو كل واحد من الناس جاي هو وبنته وابنه عشان ياخد حاجه يبقى 1000 دول بقى كام؟ 3000. اصبح تنظيم التأليف صعب. ممكن تعمل وجبه توزيع في الصباح قبل الساعه الضحى يعني الساعه 10 الصبح وتوزيع الساعه 10 الظهر الى اخره. يعني الكروت ممكن ان تكون يعني فئات. ايوه كله كل 200 300 ايوه فاما في احيان مختلفه واخبار حضرتك او في اوقات مختلفه عشان تقلل الضغط اللي هو الاداري على التحكم او على ايه تنظيم توزيع الاعداد. ودي هتيجي بالتجربه هتكتسبها. يعني مثلا في احد التوزيعات في افغانستان في 2000 ديسمبر اخر 2001 في ديسمبر كنا في كام نهار يعني عشان الراجل الحارس اللي يخلي الناس تبعد كان معانا يعني الي، الالي كان بيدور في الهواء عشان الناس ترجع. في الجزائر توفت 300 واحد. ده غلط. غلط شفت على اتصال. فبالتالي انت عشان كده ال 1000 اسره ولا 2000 اسره ما توزعوش في يوم واحد ابدا وفي مكان واحد. ممكن تتفق في مع مدرسه من المدارس او ملعب من ملاعب الكوره يكون فسيح. تحول. جامعه من الجامعات ويخش جامعه من الجامعه وكل اللي يخش فقط معاه الايه؟ معاه الكرت. وهي النقطة الرئيسية. يخش من الباب ده ويخرج من الباب. النقطة الرئيسية انه لابد ان اكون هناك مكان محاط بسيارة. ايوه. له بابان، باب للدخول وباب للخروج. لا يبقى يا حبيبي باب للدخول وباب للخروج. احنا عملنا يعني هي دائما المشاكل تصير بالحملات الطارئة. ايوه. بالجانب الايمن كانت المعارك مستمرة. دكتور ناصر هشام احنا سوينا حمله اراديه على ما وصلنا للجانب الايمن من الموصل احنا مارين ب 30 سيطره من مكان الى مكان الى مكان الى وصلنا. العوائل كانت محاصره ما عندها مواد بدائيه. ف يعني الناس احنا نقول نعطيها الحق انه تتجمهر وتطالب بحقوق ومرات سمعنا مسبات وغلط وكذا. ايه. احنا يعني لا الكروت تفيد في هذه الحاله، لا الكروت تفيد ولا الاتفاق مع اهل الراي والمشوره في هذه المنطقه فادت ولا التقسيم ولا ان هم هذول اهل الراي والمشوره انه قالوا وزعوه على المختارين. أيوة. انه كل حي اكو مختار. ايوه. طبعا اهل الحي يشكون من هذا المختار انه هو سارق وفاسد. نعم. فغيرنا الخطه من الف الى باء. ايوه. ايه. كمل انت بتحط الحل. انا مبسوط جدا لان انت بتحط الحل اللي انا ما اعرفش احطه. لما نرجع على النقطه دي بقول لك ايه؟ نولج بيز يعني الحل القائم على المعرفه. التجربه. والتجربه اللي هو الحل الابداعي. انا بقول لك حاجات قد تكون نظريه.
لقيت بقلنا انا قاعد ضربت كذا وضربت كذا وضربت كذا. احنا نتفق ما بيناتنا قبل ما نروح انه عندنا خطه واحده اثنين على مود نغير. كويس. انتقلنا الى خطه باء. اجوا العسكر. اه. العسكر قالوا ممنوع التجمر وانتم حتسببون مشاكل. صح. لانه المعارك مستمره. صح. وذولا اذا ماتوا شلون برقبت من ذولا. صح. قالوا شنو الحل عندكم؟ ايوه. الحل عندنا انه تجون الى منطقه امنه. ايوه. زين شلون حنجيب العوائل؟ من بيوتها من كذا حي الى هذا الحي ونوزع تصير مشكله. نعم. قالوا لا عندنا منطقه احملوا السيارات هناك نوزع بحمايتنا احنا. نعم. رحنا ذهبنا كذلك تصير مشكله انه هذا الانتقال من خطه الى خطه حيغير لك العمل. نعم. اكو عوائل استلمت تستلمت مره ثانيه. نعم. فلذلك الكارت اللي معك تسحبوا منها بعد الاستاذ. صعوبه توزيع الكارت. لا هي الكروت بعد صعوبة ما صار ما صار هو يستلم ينسحب منه يستلم ياخذ الكرت خلاص. لا مو أصلا ما صار توزيع لأنه على أساس أنه أكو عوائل مسجلة عند المختارين. أيوة. بعدين غيرنا الخطة فما كان أكو كروت. شوف كل الحاجات اللي رحنا على أساس أنه هذا الحي يعني فيه يعني بالكثير بالكثير الأرقام التقريبية اللي جتنا يعني من 1000 الى 1500 عائله. كويس. احنا ذهبنا ومرضين 2000 يعني احنا رايحين مسيطرين على الوضع انه ننطي بس المشكله الاليه اللي سال عليها الشيخ هي اليه التوزيع في الظروف الطارئه. ايوه. انه شغله الكروت ما نقدر نوزعها اعتمدنا مساله الجنسيه انه كل عائله عندها جنسيه بطاقه شخصيه ايضا قسم من عندهم بسبب العمليات العسكرية فقد بطاقته. وهذا جاي ياخذ. طيب. احنا مسألة. عملت انت بقى مسألة بس ملاحظة مسألة. انت راح تحط الحال مكان. ايه. ايوه قول لي بقى. ايه مو احنا مسألة انه نظل اكثر من يوم في منطقة هاي حنعرض نفسنا الى مشكلة. انا لذلك اقول لك انت الحل راح تحطه ايه؟ الحل احنا استمعنا للقوات الامنية انه لازم نروح لغير مكان نوزع. بس حقيقة يعني ما وفقنا انهم نعقد كل العائلة واكو ناس اخذت اكثر من مقبل. انت هقول لك حاجة بعد، هسألك السؤال الثاني. انت كم كانت نسبة نجاح التوزيع ده؟ 50% 40% 70% 80%؟ قول لي. والله احنا يعني نقول 60. 60 60 مش وحشة. لذلك انا بقول يا اخوانا ان في المناطق الصعبة دي كلها انت مش هتنزل تعمل كل شيء كما تريد. ماكش نظام في تحديات يعني الحاجات النظريه اللي احنا بنقولها في المكاتب تختلف تماما عن الواقع العملي. ده رجعنا النقطه بتاعت النقطه اللي كانوا نص ساعه ان المشايخ دول عشان نقول لهم مصاريف اداريه اتفضلوا انا هحرك من الحي ده للحي ده للحي ده كان ببلاش. ها؟ وانت بالتالي مين صاحب الحل؟ انت قلت لي دلوقتي بعد كل المحاولات دي كلها استطعنا اردنا ان نختار مكان بسياج وببابين عجزنا ما لقينا. انا مش مختلف معاك، انا مش يعني شوف انت دورت على اكثر وسيله من وسائل لحل هذا التوزيع، صح؟ نجحت في الاخر مع كل هذه الصعوبات انك توصل ل 60 او 70%. ده نجاح. ده نجاح. اوعى تاخد يعني انت لما تيجي تبص على الكوبايه بتجيب دي دايما بتبص على النص الفارغ، ما تبصش على النص المليان. انك وصلت من ال 1000 ل 700. ال 300 دول هتوصل لهم مره ثانيه ومره ثالثه الى اخره. واخد بالك؟ فلذلك في النهايه صاحب الحل السحري انت. انت قلت كلمت السيطرات وكلمت الامن وكلمت الجيش وكلمت المختار وكلمت المراكز بتاعت المساجد والحسينيات وكذا 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 وكذا، يبقى انت عندك معرفه للمجتمع شكله ايه ماشي ازاي. واكو ناس متربصين هذا طبعا. ايوه ايوه المتربصين من السياسيين. ايوه عايز يستفيد اللي يريد شو يقول؟ عايز ياخذ نقطه يقول لا مو بس نقطه اعطيني اياها وانا اوزعها. هذا خلاص وهذا مستحيل احنا نسويه. شفت بقى؟ اي هذا دير بالكم ايش سووه. لا تعطي السياسي مو بس السياسي، لا تعطي عصتك الاغاثيه اللي انت تعبت بيها لاخر وزعت فيها. خسرت هذا تفضل. الاستفاده سببها كانت هاي الحمله هو صار تنظيم بعدها. ايوه انه ايوه كارثه هذا مو بس راسك
هاي انا ما عنديش مرض. عندي نقص مرض حب. وزع حتى تقبل اليوم. ايوه. اليوم الثاني تجي انت تلقى الصفوف. واوقات مختلفة. ايه. اوقات مختلفة. جزاك الله خير. وده بالنسبة للتنفيذ. قلنا كم نقطة في التنفيذ دلوقتي؟ الإحصائية خمس ست نقط دلوقتي ولا كم نقطة؟ احتياجات المستهدف يعني المستفيد من الحملة، وعندنا يعني لابد التداول مع يعني فريق العمل، اختيار فريق العمل ومعرفة عدد العائلات كويس حتى يعني نعرف القدرات اللي احنا يعني القدرات العاملين آلية التوزيع الصحيح كويس بالعادة طبعا وجود شركاء شركاء عايز بس انتوا تحطوا لي كخمس ستة عشر نقط وتبنوا عليهم وضع اكثر من خطه للتوزيع مواجهه تحديات غير متوقعه نعم اعداد يعني بطاقه مرقمه كويس برمجه طاقيات التوزيع ما يجوز توزيع كل المطاقات الحمل في يوم واحد كويس لتقليل يعني عبء الاعداد الهائله ودفع الارتباك في التوزيع طيب زين في حاجه ثانيه بالنسبه للتنفيذ تنفيذ في حاجه ثانيه؟ ها؟ تنفيذ انتوا شايفين كده انتوا عندكم الاخير مخيم وبتنفذوا اديكم الشروط دي كلها موافقين بس الكارت اللي ذكرته اه يعني اذا انت مع حملاتك ما مستمره ايوه تترقمها بالتاريخ واليوم يعني اذا انا بحمل في شهر يعني ممكن في شهر مرتين كل حمله بتاريخها وبيومها وحتى بالمنطقه اللي هي فيها يعني معناها ايه؟ معناها كارت شاب لازم يحطه في المركز او في المكان ده كله واقف عارف التاريخ طبعا اسم الحاجات دي كلها خلاص انت بتاخد ايه؟ انك التاريخ واليوم والمكان عشان ما يجيش حد يودي لك نفس الكارت مره ثانيه احنا طبعنا كروت انه ما تقلل مش مشكله يعني انا عندي مشكله احنا وصلنا مراحل يا عم انت يا انت مجموعه القبله انت يا الكروت ما تزور تعرف بس ده معناه ايه؟ يا جاليه بخي سيدي كلب فانت الجاليه ولا انت السيدي؟ انت الحكوس او هتتباس في الاخر فانت الموضوع اللي هي دي انت حطيت الحل الابداعي القائم على المعرفه المجتمعيه حل ابداعي اهو قائم على ايه؟ انت دلوقتي جربت خمس ست عشر 15 محاولة لغاية ما وصلت للكارت البلاستيك. لما ايه؟ اللي ما تزورش. خبرة يعني تتراكم خبرة. ايوه ما افتح بقى الحاجات دي كلها عشان انت لما تسيب الجمعية يجي الشباب اللي بعديك يعرفوا يشوفوا ايه ازاي انت وصلت للمرحلة دي. وده اللي احنا بنسميه اللي هو الذاكرة المؤسسية. Institutional memory. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنروح لأي مكان الإدارة المخيم يعني ترتاح انه احنا جينا لان الشغله سلسه طيب ترتيب بس بعد كم تجربه؟ اي طبعا بس بعد تجربه كثير طيب يا شباب ده بالنسبه لايه للتنفيذ؟ في حاجه ثانيه بالنسبه للتنفيذ؟ في اول خلاص اول سؤال ثاني سؤال ده عندكم انتوا حاطينه التغطيه الاعلاميه طب في حاجه ثانيه غير التغطيه الاعلاميه؟ غاية العمل الإغاثي. وبعدين؟ شوفوا ايش عندنا. انت كنت بتقولوا قلتوا قالوا لك ايه بالك كنت انتوا حطيتوا كذا نقطة كده فكيف لك مع التبرعات والحاجات دي كلها مش كده؟ شباب كانوا كاتبين نوعية الحملة. مش انت مش فاهم انت فاكرها دي؟ احنا لما بنتكلم عن دراسة الحالة يعني هنتكلم عن انتوا عايزين تعملوا حملة جمع التبرع عشان ايه؟ اكتب نوعية الحملة او الحملات. حملات جمع التبرعات صح؟ حملات. يعني احنا بنتكلم ازاي ننفذ وانا عندي الحملة.
جزء مهم جدا من التنفيذ ان هو تقرير كيف نفذنا، وده مهم جدا التوثيق، سواء كان توثيق اعلامي او كان توثيق رقمي او كان توثيق ادبي. بس عشان نخلص النقطه الاولانيه بتاع التنفيذ دي، وانا بوسع يكون عندي عندي منظومه كيف اوثق هذا التوزيع. انت قلت عندك ل 2000 حصه صح؟ كل حصه كانت كام كيلو؟ متنوع لا يعني 10 مواد مختلفه، كم كيلو؟ 20 كيلو، 15 كيلو، 18 كيلو. نقول مثلا 15 كيلو، 15 كيلو في 2000 حصه يطلعوا كام؟ يطلعوا 3 طن3000 صحيح. شلون 3000؟ 30 طن؟ الا 15 سمع 30 طن الشيء مش هايل. هو انت رايح فين؟ هاي السيارات انا بس بتكلم على التوزيع دي بس لوحدها. ف 30 طن دول شيء معتبر، الشيء مش رخيص. انتوا بتعملوا اشياء غير عاديه وبتستسهلوها، انتوا بتعودتوا عليها، لازم اوثقها. دكتور كنت بقول لك في 96 لما دخلت الفضل اسمها قاعه بغداد ونزلت لغايه ما وصلنا للبصره، كتبنا باليد اسماء المساجد اللي خدت اضاحي واسماء السجون اللي خدت اضاحي والحسينيات الى اخره الى اخره الى اخره، في كل منطقه صورنا وادناها للمسؤولين عشان يعرفوا ان احنا ما حطناش حاجه في جيبنا وما اديناش حتى دي الحاجات دي ناس يعني ايه مش ذوي الاهليه. مستحيلات. فانت بالتالي التوثيق هو جزء مهم جدا من استمراريه الدعم. هتوزع المعاناه بتاعتك بالهربطه وتقول الحمد لله انا وزعت، فين التقليد؟ فين الحي؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ تقليد سواء كان تقليد وتوثيق اعلامي او توثيق ادبي او توثيق رقمي. وده يكون مهم جدا في الاولانيه عشان ده يخليك تتعلم السنه اللي بعدها او المشروع اللي بعده ازاي تحسن الاداء. خلاص؟ هنا بقى الحملات، يعني ايه حمله؟ انت عايز تتجوز هتجوزها بس ما تقعدش بردان كده. انا بقيت سخن لما بسخن بسخن، لما بسخن بطير، لما بطير بفوق. غلبان قوي ده هيعمل انت الدخن. انا حضرت فرح في فندق الممات الرابع، فندق المنصور. الحمام ما كانش عاجبها الجواز مش عارف ليه، وقعدت تصوت في وسط الفندق. فطبعا الراجل اللي هيخش الليله دي بقى بطاقس هو والست، يعني مثلا هم خارجين من الشارع اللي جوه يعني عايزك منتهى وتمشي. تخيل بقى انا لقيت دخله انا هطلع اعمل ايه بعد كده؟ مفيش. فانت منهم؟ فهو معايا. يعني ايه حمله؟ ها؟ عايزين نعمل حمل، يعني ايه؟ تصوركم يعني ايه حمل؟ حمل جماعي. لا يعني هنعمل بيها ايه؟ يعني الحمله دي تصورك الحمله هيكون فيها ايه؟ ايه ابعاد الحمله؟ ايه مكونات الحمله؟ مساعدة. مكونات الحمله. انت عايز تعمل حمله اعلاميه بلديه في المساجد، واخد بالك؟ مع 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 رجال الاعمال. حمله اغاثيه. يا حمله اغاثيه. هتروح لمين بقى ساعتها؟ هنحدد المستهلكين. انت دلوقتي انت بعد ما حددتهم احنا قلنا هنا خلاص حددنا. نعم. عملنا اللي هو الايه؟ دراسه الحاله والمكان وكل حاجه، خلاص؟ انا بعد كده هنزل للشارع، اروح لمين؟ للعائله. لا لا، بعد مع المال. مش الحمله دي جمع المال؟ هاي حمله جمع التبرعات. مع الحمله دي معناها جمع التبرعات. فالحمله دي جمع التبرعات، عايزين تروح لمين؟ تركيب العراق دلوقتي معناها ايه؟ احنا نعرف في جمعيات كتير جدا 70 ل 60 ل 70% من الايتام مكفولين من داخل العراق، يعني معناها نجيب فلوس العراق. خير كثير. ايوه ادي قلتها، خير كثير. فانا بالتالي اقسم المجتمع اللي هيديني التمويل ده لكام شريحه؟ اتفضل. كام شريحه عندهم داخل العراق ممكن تديني الفلوس دي؟ التجار. مين تاني؟ رجال الدين. رجال الدين والمساجد. رجال زعماء
سياسيين سياسيين انت مزام تعديل من ثاني أصحاب الحرف بس الكسور مفاهيم أساتذة الجامعات الأكاديميين طيب إذن الدوائر الوقفية الدوائر الوقفية صح الدوائر الوقفية إيه تاني المسؤولين من أهل المجتمعات المرجعيات الدينية مرجعيات على كم إحنا رجال الدين مرجعيات ما تيجي كلها مع رجال الدين والمحسنيات والمساجد والمرجعيات إيه تاني ها مؤسسات حكومية مؤسسات حكومية إيه تاني؟ عندنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 إيه تاني؟ في يعني منظمات إغاثية خيرية يعني المؤسسات الخيرية ولا المؤسسات منظمات إغاثية للتعاون معها دولية؟ دولية طيب أنا شيل بعد المؤسسات الدولية الدولية كويس ايه تاني ها اكو هاي 30% مال التنمية والتنمية المنظمة هي لا هاي بس تيجي بعد كده يعني هي نفسها ها هي المنظمة المؤسسة هي تمول نفسها في مشاريع يعني هو ليه برامج التنموية يعني خاصة بالمنظمة بس انت اذا مشروع انت عايز تحط بس انا منظمة وعنده جيني أموال وحسب رأيك شنو رأيك هذا السديد إنه 30% نافذ أنت أصلاً مخنع برأيك وأنا سعيدك مش مخنع بس بعد 30 سنة هتقتنع فنسوي لنا مشروع مثلاً هذا المشروع هيجيب لنا أموال صح أنت المشروع فيه كيف أنت دي ده غير الحملة اللي رسيت ده حاجة تانية نحن الحملة لوحدها يعني هذا من مول بيه الحملة لا هذا المشروع الوقفي ده انت بتبدا فيه علشان تمشي فيه المسيره بتاعته لغايه ما توصل بعد 10 او 20 سنه لا المشروع بتاعنا اهو ده توعيه المواطن توعيه المتبرع حاطها طيب انا فهمت النقطه طيب فهمتها ايه تاني يعني المنظمه هي عندها مشروع مثلا مركز صحي وهي سمعت بس يا تريد سوينا اول مشروع بتاعك ده حتجمع له المال من ايه؟ لا سوينا انت لسه عندك منظمه تجمع لها مال تسوي مركز صحي بغض النظر المشروع وين كان حمله غاثيه كان مركز صحي كانت مدرسه كانت كذا كانت كذا كل ده فانت انا حددته التجار ورجال الدين والمساجد والحسينيات المرجعيه السياسيين العشائر اصحاب الحرف والمهنيه والمهن الكاتبين الدوائر الوقفيه المسؤولين المؤسسات الحكوميه بعد واحد اسمع بعد واحد تفضل السيد هادي البنا بنا يتبرع انا ممكن انا 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 عندي لسان عندك لسان تعمل باللي انت عايزه هز شفايفك لا بس انا بعرف هز حاجات ثانيه ها لا في لا تبرع يعني والآلية يعني في مسجد ما تقول المساجد مساجد فلذلك انا بس بحط ال10 او ال11 نقطه دي عشان كل نقطه من دول انتوا تناقشوها انا هخش الايه المرجعات الدينيه ازاي هخاطبهم اخش مع زعماء العشائر ازاي هخاطبهم اخش مع السياسيين ازاي هخاطبهم اخش مع رجال اعمال ازاي انا مش كل واحد استطيع ان يقنع كل مجموعه من دي حسب امكانياته انا اديكم مثلا من امثله في الحته بتاعت رجال الاعمال دي. رجال الاعمال احط رجال الدين، انا رجال الاعمال. التجار التجار ممنوعين، اصحاب الشركات
وتقال عديد في السوق صح؟ نعم. تقال عديد في السوق ممكن تأخذ منه حصة من الغذاء العام تقول له والله مش عادي منك فلوس بس تديني مثلا 20 شوال رز أو 20 شوال طحين حولك تشيل أسهل لك وتطلع فلوس لأن ساعات بيكون عنده مشكلة بالكاش. أصحاب الشركات مختلفين ما بيتعاملوش بعقلية التاجر بتاع السوق. فاللي يكلم أصحاب الشركات هيكلمه في حيثية الحوكمة والتوزيع والرقابة والحسابات إلى آخره إلى آخره. التاجر بتاع السوق ده أنت هتخش له هتقول له خمس شوال رز هيدهم طبعا دي ثلاثة ما عنديش ثلاثة وجزاكم الله خير وعافية. فما بين التاجر وصاحب الشركة دي اختلاف كبير. السياسيين هيكون عايز يستفيد منك صح؟ عايز ياخد صوره معاك. بتاخد المخاطره لما بتخش المخاطره وبتسيبه. في بعض السياسيين بيقول لك مش عايز منك الصوره. انا هدعمك مش عايز منك اي حاجه. حتى ان شاء الله بتوزع في المنطقه بتاعتك. فانت بتختار السياسي اللي ما يضركش عن طريق الحزب بتاعه. مو النفعي. ابو النفع. اصحاب العشائر زعماء العشائر دول مفاتيح. عشان تخش عندهم بكون معنا بس احنا نتكلم عن انبار بس يعني اي اكتر منتج اقتصادي في الانبار الاغنام ولا ايه؟ الاغنام ولا ايه اكتر منتج تتميز من انبار؟ معادن حاليا جمع لان احنا نتكلم عن ايه الحاجات اللي ممكن زعيم العشيرة يقول لك والله ده عنده 2000 خروف او 3000 خروف ممكن يكملوا بيه. التجارة يعني. في حاجة ثانية غير الطلي في الانبار مثلا؟ تجارة. مقاولين مشاهير. وهكذا. فلما تخش انت زعيم العشيرة في احد المناطق عشائر في الانبار او غيرها هو بيقول لك والله طيب انا هزكيك عند فلان وفلان وفلان وفلان. الورقة اللي انت هتعمل منه دي ها؟ بتفتح لك الباب عندهم. سواء كان ده في الطلب او كان في التجار بتوع المقاولات الفتوى بتوع المقاولات هينفعوك في ايه تعرف؟ هينفعوك لو انت بتبني مدرسه او بتبني مستشفى او بتبني اعوذ بالله بتبني مستوصف. هديك مثل جميل جدا بيتعمل في مصر اسمه الجمعيه الشرعيه. هي من احسن اقدم جمعيه انسانيه في مصر فهي اقدم جمعيه انسانيه في مصر لها جواب مهدي. وناس عشان ما تدخلهمش اموال كتيره جدا تزعج الدوله كانوا بيعملوا سياسه جميله جدا يروح عايزين مثلا ايه مستشفى في محافظه معينه فواحد بيتبرع لهم بالارض خلاص الارض باسم مين؟ اسم الجمعيه. واحد تاني يقول لهم انا هجيب لكم اللي هو المواد البناء للاسمنت والزلط وكذا 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 وكذا. واحد تاني يقول لهم انا مهندس هحط لكم المبنى هحسب لكم المبنى. واحد بيقول لهم والله انا حاجة اديك لكم التجهيز للمستشفى والمستوصف خلاص. واحد بيقول لهم انا هوظف الممرضين الممرضات دول عندكم الى اخره. طب الطريقه دي المشروع ده كلف كام؟ 100 مليون جنيه. لكن كم من المليون دول 100 مليون دخلوا الحساب؟ مفيش. فده بيخلي العبء المادي على الجمعيه قليل. فانت لما تروح للمقاول تقول له والله مش عارف منك فلوس تعالى هات لي مواد البنى اي دعامة هات لي اي دعامة هات لي واحد مهندس يرسم لي البنايه بتاعتي دي خلي المهندس ده يجيب لي ترخيص من البلديه ومن الحكومه. دي خدمه اللي هنسميها ان كايند دونيشن اللي هي التبرعات العاديه. تبرعات عاديه مش النقديه. فانت حاول تسهلها على التاجر او على المهني والحرف اللي بيديك تبرع عيني لان مش كلهم بيكونوا قادرين على يعطوكم ايه؟ التبرع المالي. انت بهاي الحالة أصبحت إدارية يعني. مين؟ الحملة أصبحت حملة إدارية. فأنت عشان كده تعرف كيف تعلم طريقة مخاطبة المتبرع. مش كلهم وتيلة واحدة. مش كلها فلوس. ومش كلها فلوس. يعني مثلا في أنا كنت مرة من المرات وإحنا لسه في الدراسة أيام ما بدأت الحرب بتاعت اليمن في 2014 بان ولا كان مش فاكر يعني كانت سنة كام؟ كنا قاعدين مع برنامج الغذاء العالمي بتاع الامم المتحده. وصل المرحله بين المواد العاديه اللي بتاخدها الاغاثه من الامم المتحده وصلت 100 مليون دولار. واخد بالك؟ مواد عاديه بالمصاريف الاداريه بتاعتها بيديك الطن وعلى كل طن مش عارف 20 او 30 دولار توزيع وتخزين الى اخره. نفس الموضوع كان في الشيشان في 2002 و2001 لا مش 2001 و2002 بعد الحرب بتاعت 99 حتى دار المخ
احسن من اللي تعوض. زائد مواد العينيه ومصاريف الادويه بتاع التوزيع كنا بناخدها من المواد بتاعها. فدي اللي احنا بنسميها الايه؟ المصاريف اللي هي المواد اللي هي العينيه او كانت تبرعات عينيه. دي بتاع التعامل بيها مع العقليه، مع مين؟ مع التجار. واخد بالك؟ اللي ما عندوش كاش احنا عامل ايه؟ المواد اللي انت عايزها. واخد بالك؟ قلنا رجال الدين مداخلهم العشائر العاديه الدكاتره والحاجات دي كده. ممكن الدكتور نفسه بيتكلم حضرتك طبيب، انا والله عملت مستوصف عايزك تجيلي مثلا كل اسبوع يوم واحد او نص يوم معنى. بس بس خلاص جزاكم الله خير. حتى ممكن يكون عنده فلوس مش يعني ممكن يكون طبيب بخيل معفن يعني زي حالاتك، فانا ممكن اجي اقعد معاك اربع خمس ساعات لكن مش هديك فلوس. جزاكم الله خير، بس اربع خمس ساعات دول فلوس. عايز تفهم عن 50 شخص ولا 100 شخص الفتره دي كلها وهكذا. احنا عملنا فانت بتاخد ايه؟ فكل الجمعيات الاسلاميه اللي كانت ملحقه بالمساجد كانت على التطوع او الاجر الزهيد. انا كنت لسه بتفرج على فيلم في التلفزيون المصري عامله محمود سعد، محمود سعد على دكتور تخرج 5 يونيو سنه 67 اتحرر بتاعت مصر. الدكتور ده كان راجل طيب جدا ممارس عام وفتح عياده من مثلا سنه 70. اول ما بدا في العياده دي وعملها الفقراء بدا العياده كام؟ خمس قروش. وتدرجت من 5 قروش ل10 قروش ل50 قرش عشان الغلبان ده. اليوم تعرفوا كشف كام؟ 5 جنيه 10 جنيه. 10 جنيه في مصر ما فيش حد بيخش عياده ب 10 جنيه. وده عياده خاصه مش عياده مسجد. وما زال الراجل وهو عنده 80 سنه فاتح العياده بيقول انا بشتغل فيها من الساعه 10 الصبح من الساعه 9 مساء. وربنا مديني الصحه دي وانا عندي 80 سنه علشان باخد 10 جنيه ما اخسرش ظهر الفقير. واخد بالك؟ وانا ربيت منها مين؟ اولادي طلعوا مهندسين وطلعوا كذا وطلعوا كذا يعني اولادي ما فشلوش. من ايه؟ من 5 قروش في السبعينات ل 10 جنيه في 2000. بركه. شفت بقى قد ايه؟ بركه. واخد بالك؟ ليه بقى ممكن تقول للطبيب تعالى انا مش عارف منك انا اما انت تتبرع لي نص يوم واخد بالك حتى كل اسبوع كل اسبوعين او ان انت مثلا هديك اجر على حسب الدخل اللي بيجي لي. واخد بالك؟ الاكاديميين كذلك، الاكاديميين ممكن يساعدوني في الابحاث. ممكن يساعدوني ماديا. لكن الاكاديمي دايما راجل مش غني او امراه مش غنيه بس عندها مخ. ممكن تيجي تعمل لك محاضرة التوعية. دي حاجة مش سهلة. تدريس الأبناء كله من المناهج اللي بتعملها دي، فكل واحد فيهم ليه مدخل. فما تنظرش للناس دي كلها إنها زي بعضها، لا كل واحد فيهم ليه مدخل وليه مفتاح. الدواء الوقفية طبعًا عندها أموال كتيرة وعندها أعقاب كتيرة، بتكون علاقة خلي بالك يا أخويا يا فندم كل الأشياء كل الدوائر دي بتعتمد على العلاقة الشخصية بينك وبين بعض الناس. العلاقة الشخصية مش فقط العلاقة المؤسسية، العلاقة الشخصية. واخد بالك؟ المسؤولين من الأفراد، عارف والله الحي ده في حاج فلان. احنا كنا مثلا ساعات ننزل في منطقة في الكويت مثلا كان فيها الله يرحمه أبو بدر اللي هو عبد الله المطوع. يقول لك اللي ما عداش على عبد الله المطوع رحمة الله عليه وأشر له على الطلب بتاعته ولا تاجر في الكويت هيديله فلوس. زمان الله يرحمه اللي هو مسميها أبو بدر. في قطر كان في واحد اسمه الشيخ عبد الله عبد الغني اللي هو مسؤول شركه تويوتا، ولاده لسه الان لسه الان ولاده بيطلعوا الزكاه بتاعت شركه تويوتا الى اخره. عملت كمان مع الدكتور عبد الرحمن سميطه طبعا استاذ كان هو بدا احنا في سنتين ثلاثه في الكويت يعني احنا بدا في 84 هو اعتبر بقى 83 او 82 ولابد لغايه دلوقتي علاقته بيه كويسه جدا مع عبد الرحمن اسمه عبد الله. فانت مفتاح قطر كان الشيخ مين؟ عبد الله عبد الغني رحمه الله عليه. مفتاح الكويت كان الشيخ مين؟ الله يرحمه المطوع ابو بدر. وكان في الامارات واحد ثاني الشيخ عدنان ما زال موجود الى الان الماجد جمعه الماجد جمعه الماجد قابلته وكان معاه حفيده فكان ماسك معاه في مطار مؤتمرات ابن حفيده معانا مش ابنه حفيده. قلت له جزاك الله خير انك خالد عشان الجيل ده يشيل الشيله بعد كده. في مفتاح لكل ما يصير في الاحياء خلاص؟ فانت تعرف مين مفتاح ما تخشش هاي لوحدك.
وتندفعش كده تقول والله راجل قاعد لوحده طب ما اخش عليه هيقعد معاك بالادب يديك كوبايه شاي وقهوه او من غير وش بقى وبعدين ايه يقول لك اذا كنت ناقيه وتمشي لازم تخش معاه مفتاح بالك المؤسسات الحكوميه طبعا برضك على حقك وكنت عليها جاهزه لذلك اللي هو التوثيق التوزيع عند الحته دي مهم جدا 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 دلوقتي احنا بنرسل احد المؤسسات في بلد المغرب لسه من ايام الفرد دي كلها فسالوني من اعرف في هذه البلد قال ايه من اعرف في هذه البلد قلت لهم كذا وكذا 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 هل تحدثت في مؤتمر في هذه البلد ترى عندك قدره على تكون متحدث اساسي فجبناه هم حابوا يعرفوا من علاقاتنا احنا في البلد دي نعرف مين من ولادنا بحيث يروح الواحد منهم يقول له ايه في الجمعيه الفلانيه وفلان الفلاني. تبع المؤسسات الدوليه الحكوميه وشركه حكوميه. واخد بالك؟ المؤسسات الدوليه تعال معاها ازاي؟ ليها معايير مختلفه. المؤسسات الدوليه هتقسمها لكذا جزء. جزء اللي هو الخليجي احنا عارفين ان هم طيبين وعندهم طريقه معينه تقليديه كلكم عارفينها اكثر مني. وجزء دولي موجود في اوروبا زي الاساسات الخيريه في اوروبا والحسابات الحكومات بتاعتها عليها اعلى منها وجزء دولي غير مسلم وكل مجموعه منهم تختلف عن المجموعه الثانيه. ما تاخدهمش كلهم زي بعضهم ابدا. الخليجي شيء وحتى الخليجي مش زي بعضه في جمعيات عندها تدقيق اكثر من جمعيات اخرى واللي في اوروبا وامريكا عندها تدقيق اكثر واكثر والدوليه الغير اسلاميه عندها تدقيق اكثر واكثر واكثر. خلاص؟ الحته دي بقى انا عايز اوعي المتابع اللي هي بتاع 30% دي معضله. انا بكلمك شوف حضرتك اسمك ايه؟ مين اللي قال 30%؟ انت كنت مش كل مشاكل جايه من عندك؟ انت اللي بتكسر الاعلام؟ انا رئيس الرابط. والله انت رئيس؟ الرئيس يرقص ولا يرقص؟ يرقص. بالمصري يرقص. يرقص. عجبتك يعني. في واحد منكم شفايفه التاني. انا منسق. باين اسمك ده. فدي ده حلو. رئيس القعدة دي. طيب يا قعدة. ده حلو. ده حلو. ده حلو. ليه؟ انا اديك مثلا صلي على النبي. من احنا من اكثر من 25 سنة كان في نقاش في السودان وكنت انا احد اطراف هذا النقاش. مثلا ده كنت جوه. وكان ساعتها انا قلت كلمه كده ساعات محمود كمال خايبه لكن ربنا هو اللي بيحطها على لساننا وما تطلعش خايبه بعد كده. كانت الكلمه دي معناها احنا عايزين نغير مناخ العمل الانساني الدولي. كي يسمح بنمو مؤسسات لم تكن موجوده داخل مناخنا من قبل. ده كان في الثمانينات. فأحد الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في المؤسسة قبل واحد يعني من سنة فبيقول له كنت بشتغل في مؤسسة مع كذا كذا قال له أنا فاكر الرئيس بتاعكم كان ليه فكرة كده مجنونة وقال كذا كذا نفس الكلام اللي قلته لما ننظر لنفسنا بعد 25 سنة نجد إن إحنا عندنا مؤسسات كبيرة كتيرة استطاعت أن تدخل مناخ الدولي وتؤثر فيه وتكون جزء من المنظومة الدولية. خلاص؟ نرجع ل 30% دي انا بقول لك ده حلو. قد لا يستطيع عمري او قدرتي او ايه ثاني يا ربي باللغه العربيه ما فهمت حتى ثم امكانيات لا ها امكانيات امكانيات ان انا احققها بس انت خدها وخلي ابنك يحققها. حققها يا ابو حقك هو ده ابنك؟ ايه ما انت شكلك شكلك ابو كاتب عن احفاسك والله والله يا ولا يوم ده ولا ما جايين عشان الاخوك وانتوا جايين في بقى وانا انا انت كل واحد جايب ابنه ولا ايه؟ داخليه ده هو داخليه لا ولا داخليه احنا كتير ممتاز ان هم كده جدع هو انتوا نايمين في نفس الاوضه ايه ايه وانت مع ابوك ولا مش مع ابوك؟ اه والله بس هو ها فين ابوك؟ زي ما انت بتقول كل واحد انت مع ابوك؟ لا ابوه ايوه ها ده المشايخ دول لهم فتاوي يعني يقول لك اصلك يا كبير اصله سايب الشاي وقاعد في اوضه اما ننزل بس فده حلو
انا عايز احوله للحقيقه ان انا كلنا نشوف من حقنا ان نناقش المتبرع ونقول له احنا مش عايزين اكل مش عايزين اغاثه خلاص احنا عايزين نعمل حاجه ثانيه نبتدي نتناقش علشان المنظومه بتاعت 20 و30 من حقها ان حقها في 20 و30 في 20 و25 في 20 و35 الى اخره. ليه؟ لان انت بتغير فهم منظومه المجتمع الدولي الانساني. معناها ايه؟ معناها انا كنت بتكلم معاك في الصباح عن اللي هو لوكاليزيشن اللي هو التوطين العمل الخيري الوطني بداوا ينفذوها في 2016 واحنا كنا بنتكلم فيها في التسعينات. لما نيجي نقول 30% من 2000 وكام؟ من 2015 يبقى ممكن 2030 تكون متحققه 20% 15%. ليه؟ لان انا عايزك انت تكون منتج مش مستهلك، تكون قادر على العمل مش قادر على الاستبداد، تكون يدك عليا وليس سفلى. وده كله من تعليم الاسلام ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي نحول الفقير ده اللي هو بيجي عشان ياخد تبرع الى ان يكون معطاء؟ وده اللي حمل مع سيدنا عمر بالنسبه للزكاه اللي بتستولها. دخل عليه اثنين، واحد اداله الزكاه والثاني اداله مال اكثر من الزكاه. صح ولا بتكلم غلط؟ فقالوا لا انت بتدي اكثر. قال لي ده انا رايت فيه بفراسه المؤمن انه سياتي السنه العام القادم يعطيني مال الزكاه بتاعه. فما تنظر انت ان انت بتقوي هم بيقولوا تمكين المجتمعات ازاي؟ اهو تعالى بقى اقول لك ازاي حركه المجتمع. يلا من ضمن الامور اللي نسويها بالمنظمه ايوه مو ندفع المنح الماليه او الكفاله الشهريه قدر 25,000 او 30,000 عراقي. عملنا مشاريع كويس، مثلا ماكينه خياطه كويس، ممتاز، وقماش كويس للارامل كويس، خيط كويس، وتبيع المنتج كويس للعائلات كويس النازحه كويس، وتطلع يعني نسبه معينه تجدد هذا العمل. طيب هذا بنيت مشروع دكتور، هذا بنيت مشروع، لذلك من الاخير ما كانت الخياطه ما كانت التطريز الحله اللي كان ده بنيت المشروع. انا بقى عارف بعد كده نعمل حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ اللي هو جوده المنتج. مين اللي هيعمل المنتج بتاعك ده جيد ولا مش جيد السوق؟ دي نمره اثنين. نمره ثلاثه كيفيه التسويق لمثل هذا المنتج. خلاص؟ شوف انا ماشي بالمرحله ان انت المشروع ده بتحاول تبني اقتصاد وطني على مستوى الحاره او على مستوى الحي او على مستوى المجتمع بتاع المدينه او القريه الى اخره. صح؟ فبيبدا الاقتصاد يا شباب هو انتاج الفرد. قدره الفرد على الانتاج. اذا كان الفرد ده مزارع او حرفي او مهني او عامل في اي حاجه. الاقتصاد لابد ان يبنى من تحت لفوق. لابد ان احول كل يد عاطله الى يد منتجه. ولو كان الدخل لهذه اليد فقط للكفاف العيش. على الاقل انا ايه؟ بشعر بان انا عندي كرامه مجتمعيه بان انا استطيع ان اكفي حاجاتي وحاجات ابنائي. اللي انت عملته بالظبط هو ده. انا اريد ان ادخل مرحله اخرى، ازاي اعمل لهم سوق شعبي؟ واقول للست دي تعالي كل يوم تبتدي فيه وليكي الثوره بتاعت اليد دي واقفه عليها، بيع المنتج بتاعك فيها. علشان نتحملهم المسؤوليه كفاءة أو إيه تحسين كفاءة المنتج. أنتوا عندكم هنا في تركيا؟ مين عايش في تركيا؟ مين عايش في تركيا؟ عبد الله؟ صفر. وإحنا كنا من أسبوع في عبادي عتاب يوم السبت وإحنا ماشيين في حاجة اسمها بازار، كل أسرة عندها طاولة مأجراها. أسرة سورية أو أسرة تركية إلى آخره. الطاولة دي قد يكون في اليوم ده إيجارها 100 ليرة بس. بالك بس عشان ايه؟ حق الارض الاداره بتاع الارض والاضاءه والحمايه الى اخره. انت عملناها الطاوله دي. لما كل اربع خمس جمعيات خدت لكم هكتار وعملتوا سوق. والسوق ده حولتوه مثلا ل 500 طاوله. وكل طاوله بتاخد الاسره باليوم. فكل الاسره دي قادره على الانتاج والبيع في نفس الوقت. فده تضرب. تضرب بس اوعى حذاري انك تشتري الارض. غالية. بدل ما تشتري الارض اجرها وخلي هم يدفعوا لك حق الايجار وحق التسليم وهكذا. ها؟ يبقى احنا توعيه التبرع ده حلو، عايزك انت تحققه او انت تعالى هنا ناخد معاك سوري. لا مش هصور معاك. خلص من الحوار. لا انا عايز كذا بالسهل مش عايزك انت. في كثيره احسن منك بالسهل. ها؟
راح يغني؟ لا لا يقدم خدمة للناس. هاي بسيطة. كان عم يقدم وياخذ فلوس. كان في مغني غنى أغنية الأم زمان أم نبل رسو. سعدون جابة. الله لا تحافظ. يا أمي يا أمي. أيوة يا أمي يا أمي. أنا سمعت الأغنية دي كنت بكي. رغم نص الكلام للشعب. لكن كلامه وأداؤه كان جميل جدا جدا. يا أمي يا أمي. فأنت حط الأغنية دي وحطها جنب سرير أبوك عشان ما يعملش حاجة بالليل. لا بالليل ولا بالليل. لا بالليل. في حاجة ثانية في العراق. إحنا مثلا في بلد زي بغداد مين بلد مستقرة المدن المستقرة بقى في العراق؟ أربيل سليمانية دهوك بغداد كردستان كردستان كلها في بغداد مستقرة يعني نسبيا أحسن من زمان أنا شفت إن في حاجات كتيرة جدا رحت 2014 كان على رأس كل شارع كان في حاجز أمني دلوقتي انا بنزل اتفسح في اقل انا كنت هناك السنه اللي فاتت يعني كان ننزل اسمها ايه اسمها المنصور اسمه ايه سيدنا ابو العظميه ونقعد بقى نسمع ام كلثوم والحاجات دي والافراح في الشارع والرقص والكوره والحاجات دي كلها انتوا مش من بغداد؟ من بغداد فبقت احسن فازاي نتواصل مع عامه الناس؟ هل الحملات البلديه تنفع في العراق؟ انا بسال السؤال تبعت لهم مظروف في مشاريع الى اخره على البيوت ما حد يدي الحقوق طيب يبقى احنا ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي التواصل الاجتماعي بتاع الحملات اللي هي الايه السوشيال ميديا دي صح؟ هو هل انتوا عندكم اكو مشكله ايوه هل انتوا عندكم اونلاين دونيشن في العراق؟ تبرع عن طريق الاونلاين؟ لا لا ما مش عارف اعمل ايه بقى اقصى ما هتاخده من الحمله البلديه الحمله الالكترونيه دي اللي هو تعاطف الناس مع المكتب بتاعك بالعنوان وبكذا 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 الى اخره. لانك بتحول الحمله الاعلاميه عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي الى تطوع مجتمعي عند الشباب يقوموا بمبادره زي ما احنا اتكلمنا عن الركام ده اللي بيقول هو كان يعني ذكي جدا في الحمله بتاعته فالتف حوالين الشباب فشيروا على مستوى العالم. فانت بتعمل بدل ما هتجمع منها تبرعات هتعمل منها ايه؟ هتعمل منها حشد جماهيري توعوي عند الشباب. ودي حاجه ثانيه لو ما نقدرش نعمل حمله فرديه بالاظهر يبقى نعمل كل حملاتنا اللي عن طريق السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي دي علشان نحشد المتطوعين والمؤازرين الى جهه معينه الى منطقه معينه الى حاجه معينه. واضحه؟ ده بالنسبه للحملات. في حاجه ثانيه حابب اعمل لها؟ نعم اتفضل. يعني انت فين ابوك؟ هو مش شكلك ليه؟ تقول شكلك خلاني. لا نجم. لا انت اشمل. عايز يعمل حاجه ليه؟ نشوف الصعوبه اللي موجوده خصوصا في بغداد او يعني هو بالعراق وخب بشكل عام تعدد. ايوه. عندنا تعدد مذاهب وطوائف واحزاب وسياسات واعراق فانت ما تقدر يعني ما تقدر تاخذ كل شيء او الشيء اللي تريده بسهوله. ايوه. معك انا سامعك. ما تكون عندك مصداقيه مو الكل يصدق صح ما يكون عندك جانب انساني الكل يكذبك ويحاربك مو بس يكذبك واول محاربين لك هي الحكومه اللي تعتبرك ارهابي تعتبرك متشدد تعتبرك حرامي تعتبرك يعني هاي الجانب الاكبر الحكومه باقي فئات الشعب كذلك تعتبرك يعني معوقات كثير معوقات بشكل مو طبيعي يعني جمع تبرعات طيب جزاكم الله خير. هل ده يعتبر تحدي او يعتبر فرصه؟ هل التعدديه والتنوعيه تحدي ولا فرصه؟ ممكن تكون تحدي ممكن تكون تحدي ممكن تكون فرصه. اتفضل. احنا البارحه كنا في لقاء مع منظمه إيهاها. منظمة إيهاها يعني مع العلم انها منظمة عالمية ولها سمعتها وتجربتها
انت تكلمنا عن تجربه في العراق مثلا حاصره نفسها بس فقط في كرتون. نحن نعلم هذا الشيء بس معناه نعدهم ليش؟ لأنهم متعاطفين مع تركمان كركوك لأنها منظمة تركية. سألناهم وقلنا لهم إن عندنا تحديات أكبر من هذا، أنتم منظمة إغاثية وإحنا مقدمنا نفسنا على منظمة إغاثية، إحنا قدمنا المساعدات لكل العراقيين على يعني اختلاف قومياتهم ومذاهبهم ومحافظاتهم. ان هاي البصره من عانت من الماء وهاي مصيبه طامه كبرى اللي هي بلاد العربيتين تعاني من الماء والبصره تاخذ المي من الكويت. كان المنظمه حمله بالبصره يعني اوصلنا المياه الصايحه للشرب الى البصره. يعني احنا قلنا لهم مع ذلك احنا ليش بدنا نستهدف هذه المحافظات السنيه العرب السنيه؟ لان وقع عليهم ظلم اكثر من غيرهم. كويس. فالمفروض من المنظمات الاغاثيه تخلي ببالها هذا الامر. احنا زرنا مثلا الاكراد صار عندهم مشكله نزوح، حتى الاكراد صار عندهم مشكله نزوح. واحنا قمنا بمساعدتهم. ردا للجميل لانهم استقبلوا العرب السنه بالمخيمات وكذا، لكن مخيماتهم مخيمات الاكراد ومخيمات الشيعه العرب اللي موجوده في كربلاء وفي محافظه تختلف اختلاف جذري عن المخيمات العرب السنه اللي موجوده بالانبار واللي موجوده بديار الدين وموجوده بصلاح الدين او بكركو. تختلف باختلاف الإدارة، تختلف باختلاف حتى نوعية المخيم الموجود مثلاً اللي عند الأكراد أو الشيعة العرب كربان مكيف وعندهم حتى في الشتاء يعني سخان ماء وتجيهم التبرعات الحكومية وزيارات. العرب السنة الموجودين خصوصاً في الأنبار مخيمات حتى سياج ماكو. الخيمه متهرئه لا يوجد حتى يعني بلاط يمشون عليه، لا مطره الدنيا هاي صارت المطره يعني جابوا لنا الصور الموجوده غرقت المخيم غرق والعوالي شردت، هي مشرده وشردت مره ثانيه. فممكن هذا الشيء استدارة اللي احنا قلنا يعني المفروض انه يستدار هذا الامر انه السنه العرب وقع عليهم ظلم اكثر من غيرهم. فالمطلوب بالتالي انه ينالون اهتمام اكثر من غيرهم في تقديم المساعده. التحديات ممكن احنا نعملها بفرص. بحسب زي ما اخونا كان بيتكلم ان في بعض الجهات عندها تواصل مع التعدديه والتنوعيه في بعض الدول الاخرى بتعتبر ميزه. يعني بدي مثلا في بريطانيا يقول لك ايه احنا مالتي سيكتوريال سوسايتي، يعني احنا مجتمع متعدد اللي هو الطوائف يعني احنا مالتي فيث سوسايتي، يعني مجتمع متعدد الاديان والمجتمع متعدد اللي هو القوميات مالتي اثنيك واللي هو العرقيات الى اخره. فدي بيبصوا لها في مناطق في بلاد قويه مستقره على انها شيء ميزه. انت ساعات بتبصوا لها على انه تحدي في مناطق زي ما قلت مناطق الصراعات ان الفصيل ده والجادي والفصيل ده والجادي سواء كان مانح او كان كذا، فعلى حسب قدره المؤازرين لكل منطقه بيجي لها الدعم. يعني زي ما احنا بنتكلم فهنا تحدي ازاي نواجهه وانا اعتبر ميزه ازاي نستغله. فانت اللي بتصور، يعني انت لما تعتقد دلوقتي بعض يعني شوف يا اخوانا احنا زي ما انا اتكلمت في الاول احنا يعني استثمارنا في الاعلام ضعيف. اي حد بيروح يصور اي حاجه ويحطه في الفيسبوك، لا احنا عايزين نجيب يعني ناس نتكلم بدل فيلم يكلف 500 دولار يكلف 5000 دولار. بس شوف بقى لما 5000 دولار ده انت هتطلعه ممكن تجي لك محطه مهنيه حرفيه كبيره تاخده منك تعرضه في التلفزيون يطلع باسم المنطقة اللي بتتكلم عنها او اسم الحاجة اللي بتتكلم عنها او اسم الفصيلة اللي بتتكلم عنها الى اخره. احنا ما بنستثمرش في العمل الاعلامي اللي هو مهم جدا 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 بالنسبة لنا.
لما كلمتنا بكذا في الصباح ما بنستثمرش العمل البحثي اللي هو بتطلع الارقام. انا اقول لك الارقام لا تكذب صح ولا غلط؟ لما بنقول المخيم ده والله في 100,000 ما بتوصلوش حاجه، والمخيم ده في 10,000 يعني من كتر الحاجات ما بتوصل له مش محتاجها. مين اللي هيطلع الموضوع ده الا لما يكون عندك ناحيه اكاديميه طلعت البحث ده وطلعت معاه فيلم وثائقي يتكلم عن مثل هذا الايه؟ هذه الحاجه في المنطقه. فاحنا تعرف منشغلين بايه ابو حذيفه؟ تعرف منشغلين بمين؟ منشغلين بالتنفيذ، ممتاز. لكن مين هيشتغل بالاعلام؟ يخطب الناس. احنا صحيح وزعنا 2000 و3000 و5000 و10,000 حصه في يوم واحد، ده رقم اعجازي في الظروف اللي احنا عايشين فيها، لكن ما حدش سمع عنه حاجه. واحد دخل مخيم من خيماته لقى قطه تعبانه وشالها وحضرها وطلعها في بتاع كل الناس بقى عملت لها لايك. وراح المخيم ده عشان يشوف القطه. من حقنا ان انا اقعد قطه، دخل واحده في النار ودخل واحده في الجنه، صح؟ مش كده راجل حديث؟ احنا عايزين نجيب القطه دي. خد بالك؟ فشوف ايه؟ لا فقره الغلابه. هو ما هنتعشى مع بعض بقى. انت هتتغدى وفي حاجه تانيه بعد الغدا ولا هيروح ينام؟ بتحبوا تاخروا الغداء يعني ولا لا؟ انا ما اعرفش، انت صاحب الامر يعني. انا كنت عم بحط استاذ عبد الله حضرتك، انت احنا الغداء على الساعه الثالثه ممكن يكون، وبعدين تحبوا تكملوا هم هم اصحاب الامر يعني. واحنا عندي حاجه، انا بالنسبه لي اعمل اي حاجه. لو بتحبوا نتفضل الغداء وبعدين نرجع. لا انا ما عايز ارجعوا ثاني ولا خلاص استوى استوى. احنا ما نمل من حقي ذلك والله. أنا بحتكم دلوقتي. لا مش عارف. طب 10 دقايق كده خلص؟ خلاص خلاص اتفضل. فاحنا بنتكلم عن ايه النقطة دي؟ إذا نحن نحتاج إلى احنا نحتاج إلى منظومة متكاملة. أيوه. من أكاديميين، من أيوه. من أكاديميين. أيوه. نحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل الإغاثي من شرعيين. أيوه. وأكاديميين. أيوه. وإعلاميين. أيوه. وكذلك يعني جهود المنظمه. ممتاز. وهذا يصير عمل متكامل ويطلع يعني. انت انا بقول لك تعملها ازاي؟ صل على النبي. احنا عندنا دلوقتي مجلس تنفيذي في المؤسسه، صح؟ مجلس تنفيذي اللي هو المدير التنفيذي والاعضاء اللي هم رؤساء الاقسام. صح ولا غلط؟ نعم تمام. ها؟ ولا عندنا في مجلس اداره وفي الرئيس. صح؟ صح. يعني مجلس الإدارة في 5 أو 6 أو 7 أو 8 إلى آخره. ممكن مجلس الإدارة أعمل فيه التنوعية دي. خلاص؟ ممكن أعمل فيه التنوعية دي. لو كل معايا بعض الناس من تخصصات مختلفة إلى آخره. ممكن أعمل مجلس شورى، اللي إحنا بنسميه مجلس اللي هو الكونسل الأدفايزر كونسل. استشاري. استشاري. واخد بالك؟ فالشغل يكون فيه 20 30 واحد. أخليهم يجتمعوا مرة أو مرتين في السنة. أشيلوا علينا أيها الناس. ما يكونش ليهم سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية هتكون هنا عند مين؟ السلطة التنفيذية هتكون عند مجلسين. مجلس التنفيذي اللي هو فيه الموظفين كلهم، اللي هو المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام، خلاص؟ يبقى احنا أول واحد عندنا إيه؟ المجلس التنفيذي اللي هو مين؟ الموظفين. واضح ده بالنسبه لكم؟ موظفين. انت جبت مدير المؤسسه، انا جيت مدير المؤسسه، عينتني كمدير ليها، بكون مسؤول عن اداره المؤسسه دي من الالف للياء مع الموظفين، خلاص؟ التنفيذي. 2 مجلس الاداره اللي هو بيراقب الحوكمه، بيراقب السياسات، بيراقب الاستراتيجيات، متوجه للمؤسسه. ده بيكون رقابي. بالك؟ المجلس الثالث اللي انت ممكن تعمله مجلس استشاري. اللي هم من الوجهاء. في التخصصات كل اللي انت عايزها. لما اي دوله من الدول او اي هيئه من الهيئات الحكوميه تنظر للثلاث مجالس دول وتعلم انك تتعامل بشرفيه هترتاح لك التعامل معاك. لان هنا بقى هتحط الناس اللي كانوا سياسيين، الناس الاقتصاديين، الناس الاعلاميين، الناس اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا،
وهتخليهم زي بالنسبة لك اللي هم بنسميهم ايه سفراء الشر بتوعك او السفراء ذو النوايا الحسنة. انت عندك قضية قانونية بدل ما هتروح تجيب محامي عندك واحد على مجلس الشورى دول الاستشارة تقول له والله عندي مشكلة كذا 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 مرة في السنة ولا مرتين في السنة حتى هو هياخد منك اجر هيجيب لك حاجات مخفضة عندك واحد في العلاج تاخد رأيك الى اخره. فلما تحيد نفسك ليه انا بقول لك تحيد نفسك العمل الخيري بالنسبة لنا زي الجوهرة النفيسة التي لا يقدرها احد وفي نفس الوقت اللي خاصة لا يقدرها اصحابها وفي نفس الوقت يراها الاعداء ويريد ان يخترعوها منك فلا بد ان تحيطها بهذه المجالس التي تحميها من الداخل ومن الخارج. من الداخل اهم حاجة فيها مجلس التنفيذ ده والسياسات اللي انت حاطها داخل المؤسسة يعني يقول لك ايه سياستك مع اللي هو جندر العلم العربي اللي هو النووي سياستك مع التعامل مع الاطفال في المخيمات سياستك مع التعامل مع النساء سياستك مع كذا مع كذا مع الحرب على الارهاب مع التطرف مع كذا مع الاديان مع كل الحاجات دي كلها طب بالك فدي تكون جاهز عندك داخل مجلس تنفيذي ومجلس اداره. مجلس اداره مثلا بيتكون من مين؟ هل في تنوع؟ هل في نساء؟ هل في شباب الى اخره؟ هل في من مناطق مختلفه داخل الوطن الى اخره؟ هل في اديان مختلفه داخل مجلس اداره الى اخره؟ دي نمره اثنين. الاستشاره ده بيعتبر زي ما بتقول ايه سور القلعه اللي انت بتتكلم عنه ان او حد هيخش دول معاهم فلان وفلان 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 انت فلان وفلان مش هدوك اسمهم الا ما تبين ان انت مؤسسه على ايه يعني ايه على النهج القوي سواء كانوا من التجار او من السياسيين المتقاعدين او من الاكاديميين او من الاعلاميين او من الاقتصاديين او الى اخره. ودي هي اللي تعتبر ايه القلاع او اسوار القلاع التي تحمي الجوهره التي في كثير جدا من ابناء نحن في العمل الانساني لا يرون قيمه لها الا مجرد عمل تطوع او كسب الدره او كسب الرز او كسب الطحين الى اخره. يعني احنا شوف بعد 10 سنين او 12 سنه في مكتب كندا كنت انا كنا مش يعني كنا احنا عارضين مجلس كندا من 5 سنين كان في رفض غير عادي في مجلس الاداره اللي انا رئيسه يعني معذره رئيسهم قال له طز فيك ينفع عندك قال له رئيس طز فيك هيعمل فيك ايه؟ ينطرد ايه؟ ينطرد انت ايوه مش انا لا لو كنت انت رئيس انا على اطول اكيد الحمد لله السنه اللي فاتت قلت لهم ايه رايك؟ قال لا هنعمله قلت له بس مش هكمل احنا كمل قال معلش بقى انت مش عارف ايه وايه بس ما هيتعملش وده في مكان اكثر استقرارا من المكان اللي هو بتاع العراق الى اخره. فيعملوا ليه وبداوا يحطوا في هذا المجلس الشخصيات المختلفه اللي ممكن تحمي المؤسسه. يعني ما كل هذه المجالس تعمل الا لحمايه المؤسسه، لما يلاقوا كده ان رئيس مجلس الاداره ابنه هو المدير التنفيذي واخته هي المدير التنفيذي وخالته مش عارف كده خلاص ما بقتش مؤسسه مجتمع، بقت مؤسسه عائله. انت من حقك تعمل مؤسسه عائله بنسميها فاونديشن. بس هتقول دي مؤسستي انا من ده من مين؟ من عيلتك صح؟ من حقك مش حرام. لكن ما تنزلش المجتمع المؤسسه انت وخالتك وعمتك ومش عارف مين وكذا وكذا. محسوبيه كلها محسوبيه دي بتسميها محسوبيه. فلذلك انت ودول بالذات هم دول مش هيجوا لك الا اما يشوفوا انتوا عندك مين اللي من اعضاء المجلس التنفيذي واعضاء مجلس الاداره. انت عندك هنا تجربه اخ عبد الله. ان هم غلطوا غلطه يعني مش عارف ايه يعني عبد الله ده جاي من بلد اسمها بطاطس مش انت يعني. غلطوا غلطه ان هو رئيس مجلس الاداره هو اصبح رئيس مجلس التنفيذي. ما ينفعش. في اي قانون في العالم ما ينفع. ايه اللي مقصدين؟ ما ينفعش. لان صاحب القرار فوق صاحب القرار تحت وبعدين بتاخد مرتبك من صاحب المؤسسين فيها. يعني انا بقول لك مجلس تنفيذي هو مدير تنفيذي يعني بنسميه بالعربي او بالانجليزي السي او. فانا مؤقتا بس انا في نفس الوقت الذي اصنع القرار. ما ينفعش الاثنين. ما ينفعش كل شخص نفسه انا واحد. يعني انا هاني البنا رئيس مجلس اداره خلاص؟ وفي نفس الوقت انا هاني البنا مدير تنفيذي ما ينفعش.
يكون دي يكون دي. هكذا تمشي المعايير الانسانيه في اداره المؤسسات سواء على مستوى محلي او على مستوى دولي. من حقك تكون انت رئيس تنفيذي بس مش من حقك انك تكون ماسك السلطتين في ايدك. دي المشكله دي. ده بالنسبه للنقطه الاخيره دي في التنوع في عمل التبرع في جمع التبرع. انا هقف كده عشان احترام لا 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 لا